بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين، في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المصري القاهري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب 19 من كتاب الجهاد، الكتاب 32، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. ربط الأسير داخل المسجد حتى الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن معاملته مع الكفار إذا أسر أسيرا يحبسه في المسجد حتى يسمع الصلاة، القرآن في الصلاة، ويسمع عظة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ويرى أحوال المسلمين وترددهم على المسجد، فيعجب بالإسلام، ويكون طريقة إيه؟ دعوة بطريقة بمتابعة الأحداث داخل المسجد. فإيه؟ وكان يوكل على الأسير إيه؟ واحد معاه إيه؟ علشان إذا أراد أن يقضي حاجته يفكه ويروح معاه لحد ما يقضي حاجته ويرجع يكتفه تاني، ويفكه وياكل ويرجع يكتفه تاني، وهكذا من باب حسن المعاشرة معاملة الأسير. فالحاجات دي كلها إيه؟ من ضمن وسائل الدعوة، بخلاف الأمم السابقة كانوا الأنبياء إذا أسر أسير يقتلوا على طول، لكن النبي رحمة ما يقتلوش على طول، يديله فرصة، يديله فرصة يدخل الجنة بدل ما يقتله يدخل النار، عشان تعرف إن النبي أرحم الأنبياء في دعوته صلى الله عليه وسلم. الحديث 52 بعد 100 والألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال ده كان فارس مغوار من فارسان بني حنيفة، وكان من ضمن الناس اللي بيكرهوا النبي ويريدون قتله، وكان يهيج القبائل عليه، فأسروه، أسروا هذا القائد وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فربطوه بسارية من سواري المسجد، والسارية اللي احنا نسميها عمود دلوقتي من أعمدة المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ خد بالك، نظرة النبي بتغير. النبي بصله كده وكلمه كويس: إيه اللي عندك يا ثمامة؟ إيه رأيك في اللي جرى لك وانت محبوس اهو، وكنت قائد مغوار، والوقت انت في ايدينا، ممكن نعمل فيك اللي احنا عايزينه، ايه رأيك؟ ايه اقتراحاتك؟ وبيكلمه فبيقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، ان تقتلني تقتل ذا دم، لان انا استحق القتل، لان انا حاولت ان انا اقتلك عدة مرات وانت تمكنت مني، فلو قتلتني لا تعاد، لان خلاص انا يعني، هو بيحكم على نفسه، ما هو القوانين كده، لما واحد بيحاول يقتل واحد وبعدين يتمكن الانسان ده منه هيعمل ايه فيه؟ هيطبطب عليه؟ لو كان هيقتلني يقتله على طول، علشان كده بيقول له: ان تقتل تقتل ذا دم، وهو تعريض برضه، ان انا استحق القتل لكن اهلي مش هيسيبوني، هياخدوا طاري برضه، يعني خد بالك ان بيقول كلمه ليها معنيين، مش اي كلام، هي يعني دول ناس فرسان، فرسان مش اي كلام. فبيقول له: تقتل تقتل زي، عندك حق، لان انا حاولت قتل، لكن في نفس الوقت اهلي مش هيسيبوا دمي، خد بالك بقى، يعني الحكام السهلة برضو، فهمت ازاي؟ يعني فكر، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شكر، لو انعمت علي خلاص لا اعاديك بعد هذا، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، احنا أغنياء ندي لك وزننا ذهب ولا يهمنا، لو أخد بالك يعني إيه. أدي ثلاث احتمالات اقترح عليه، ثلاث اقتراحات:
النبي ما ردش عليه، ما اختارش حاجة، سابه يوم كامل 24 ساعة يشوف بقى 5 صلوات، ويسمع النبي بيقرأ القرآن، ويسمع النبي هو بيعظ الصحابة، ويشوف الصحابة وما داخلين طالعين في المسجد بيتعاملوا مع بعض بالتراحم والتكافل والحاجة الحلوة. يوم ايه؟ فجاله تاني يوم حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ هل لسه انت على رأيك ولا غيرت؟ قال: ما قلت لك، ان تنعم تنعم على شاكر. ما قالش بقى تقتل ولا زدم ولا يعني ايه. ابتدى بقى الحكاية نعرة ايه الكراهية قلت شوية، فهمت؟ ان تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد ثالث يوم، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. ما قالوش حاجة بقى، حاجة خالص. ده دليل ان ايه العداوة هديت خالص، اتطفت، فهمت؟ فقال: اطلقوا ثمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ خلاص اطلقوا الصراحة. فانطلق الى نجل قريب من المسجد فاغتسل. نجل يعني ايه؟ يعني مصدر ماء يعني. فاغتسل. الله ده عرف الاحكام. يعني مش قعد 3 ايام بيسمع، فعرف انه علشان يسلم يبقى ايه؟ يبقى يغتسل ويقول الشهادتين. لكن هو ما رضاش يقول الشهادتين وهو اسير، عشان الفروسية تمنعه من انه يبقى ايه ذليل كده. هو عايز يعلن اسلامه وهو طليق حر، اللي هي ايه اخلاق الفرسان بقى والشجعان. والنبي كان يعرف يعامل الناس باخلاقها، مش يضربه يقول اشهد ان لا اله الا الله يا مجرم. ما ينفعش كده، ما هو ده اكراه. والنبي لا عندنا ايه؟ لا اكراه في الدين. عشان تعرف بس ان الدواعش والجماعة دول ايه عندهم غباوة. فقال: اطلقوا ثمامة. فانطلق الى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فارق، فقال: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك، فقد اصبح وجهك احب الوجوه الي. يبقى نظرة النبي بتغير ولا ما بتغيرش؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ وقولوا انظرنا واسمعوا، لا تقولوا راعنا، وقولوا ايه؟ انظرنا واسمعوا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ نظرة ومدد يا رسول الله، بننفذ القرآن. والوهابية يقول لك كده غلط. مين اللي مع القرآن، احنا ولا الوهابية؟ اذا كان ربنا بيقول انظرنا، قولوا انظرنا امره، يبقى انظرنا يا رسول الله. والنظر هنا نظر ايه؟ بعين الروحانية، لان روح النبي تملأ الاكوان، لانه رحمة العالمين. ولا النظر بالعين البشرية؟ العين البشرية خلاص في القبر، وان كانت لها خصائص ليست كسائر الخصائص، لانه كان يرى من خلفي كما يرى من امام. ده حتى من حيث عينه البشرية كمان لها خصائص تانية، تنام العين والقلب لا ينام. الله، ده حاجة شغلانة تانية. لكن لما يبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو في قبر، ما نقول انظرنا، يعني انظرنا بروحانيتك يا رسول الله، لان الروحانية تشمل كل الاكوان. فهمت بقى ازاي؟ فما زلنا نقول نظرة ومدد يا حبيبي يا رسول الله، لانه لا فرق بين وفاته وحياته، ففي كل الاحوال هو رسول الله، والموت لا يطرأ الا على الاجساد ولا يطرأ على الارواح. والرسالة تعلقت بالروحانية ولم تتعلق بالجسد. واضح؟ واضح يا وهابي؟ حاضر. وإن كان ما بيعرفش يفهمها برضه. فده احنا شفنا ايه الراجل اتغير ازاي بنظرة النبي. بعد ما جاي شديد العداوة ويريد قتل النبي، تحول الى ان النبي احب اليه من كل الناس. ايه ده؟ بنظرة. فربنا ايه يجعلنا تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. أنا كنت ناوي عمرة وطالع لما أسروني. فماذا ترى؟ فبشره رسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. قال له روح اعتمر. فلما قدم مكة
قال قائل صبوت، صبوت يعني تركت دينك؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ما كانش على دين أصلا عشان يتركه. فدي بقى دليل أنه عنده حكمة، فهم الحق خلاص. إيه صبوت؟ أنا كنت على دين أصلا عشان أتركه وأروح لدين تاني؟ ده أنا أسلمت، ده أنا تدينت، قبل كده كان لدين لي. فهمت؟ فبيصلح الإيه المعنى. قال قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله، عايزين بقى يمنعوه بقى من الإيه، ما كان قبل فتح مكة، عايزين يمنعوه بقى من العمرة. قال لهم إيه؟ لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لو منعتوني أهلي يمنعوكم الحنطة، القمح يعني. وبعدين أنا هروح لأهلي كمان هقول لهم مش هيبيعوا لكم إلا لما يأذن رسول الله ليكم، ولو قطع مش هيبيع لكم. فروحوا بقى استسمحوا النبي، قولوا له نرجوك يا رسول عايزين ناكل، علشان إيه؟ شوف قد إيه بقى إيه القوة يعني. فالحمد لله الذي إيه؟ الذي هدانا لهذا الدين القويم والنبي الحبيب المحبوب. باب إجلاء اليهود من الحجاز. حديث أبي هريرة، أنت عارف اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ في المدينة ثلاث أنواع من اليهود، بني النضير، بنو قينقاع، وبني النضير، وبنو قريظة. كويس؟ دول ثلاثة. وكان خارج المدينة يهود خيبر. كويس؟ فالنبي إيه؟ أجلى الكل. بس بدأ ببني قينقاع، ثم بني النضير، وبعدين بني قريظة بعد حديثة إيه؟ غزوة الأحزاب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، اللي هو البيت اللي بيقروا فيه التوراة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد شهادتكم إن أنا بلغت، دي أنا عايزها عشان ما تجلوش يوم القيامة تقولوا ما بلغتناش، ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. ده في إجلاء بني النضير، قال لهم كده، لأن بني النضير حاولوا يغتالوا النبي ويقتلوه وهو قاعد مستند على جدار، واخد بالك، بيطلب منهم ان هم يعاونوه في دية قتيل. فقالوا له: ننتظر لحد ما نعاونك في الدية، وعايزين يطلعوا فوق الايه الجدار يرموا عليه حجر. جاء سيدنا جبريل قال للنبي، فقام النبي مشي ورجع لهم بعد كده بقى ايه أجلاهم، لأنهم خالفوا العهد، عهد الأمان اللي كان بينه وبينهم. حديث ابن عمر رضي الله، ونزلت فيها الآيات دي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. في سورة المائدة بتوصف القصة بتاع بني النضير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليه ومن عليه. قريظة إداهم مهلة الأول وقعد معاهم، لأنها كانت بتعين بني النضير وتعيز لهم قتل النبي. يعني قريظة كمان خالفت. قريظة قالوا للنبي إيه؟ اعتذروا، فقبل عذرهم وقال لهم خلاص خليكم، وأجلى بني النضير. جم قريظة بعد كده في حزوة الأحزاب حاولوا يدخلوا الكفار من ناحيتهم، على يعني تاني مرة يخلفوا الوعد مع النبي. فالنبي بقى إيه؟ خلاص بقى أجلاهم، وحكم فيهم ايه سيدنا سعد بن ايه ابن عبادة. يعني النبي لا يظلم احد، لانه ده رسول من لا يظلم احد. خد بالك، النبي لا يظلم احد، لم يظلم اليهود ابدا، بل ده اداهم الفرصة مرة واثنين وثلاثة، وكان يصبر عليهم ويسمع اذاهم باذنه، وكان يقولوا له راعنا من الرعونة، يعني ايه، ويقول ايه، ويقولوا السلام عليك، يعني الموت يلوم عليكم، وخلاص ويسيبهم. يعني ما فيش بعد كده طولة بال مع الناس، صلى الله عليه وسلم كان حليم.
ويجي لك شوية العالم المجرمين يقول لك ليه يقتل اليهود بتوع بني قريظة ويعمل مش عارف ايه يقتل ليه يا مجرمين دول قتلة، ده قتل المقاتلة، وانتوا يا مجرمين بتقتلوا العزل والأطفال والنساء يا مجرمين. النبي كان لا يقتل النساء ولا الأطفال، لكن شغل إجرام ودجل، فهمت بقى ازاي؟ فخد بالك لأن المجرمين كتروا شوية، وهم لابد يبقوا كتير كده، لأن أهل النار أصلهم أكتر من أهل الجنة بكتير. واحد يعني من كل 1999 في النار وواحد إيه في الجنة، فربنا يجعلنا من هذا الواحد. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة فأجلبني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة في إيه؟ في الخندق، غزوة اللي هي الأحزاب، فقتل رجالهم اللي هم مقاتلتهم يعني، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، بعضهم اللي أسلم يعني، استثنى اللي أسلم ما قتلوش، لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم، ولا فأمنهم؟ لا فأمنهم، أصل هي محطوطة همزة كده مد، ها؟ فخليها همزة قطع، فأمنهم. فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم. بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة. عقبالنا أما نجلي اليهود من فلسطين إن شاء الله. باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، في أكثر من أن بني قريظة كانوا عايزين يدخلوا جيش الأحزاب من جهتهم، لأن كانت المدينة محمية بجبلين، وجهة الجهة الجنوبية اللي جاء منها الجيش الأحزاب عملوا الخندق، فمش قادرين يخشوها، ما بقاش الا الجهه الشماليه من ناحيه بني قريظه يدخلوا. والاعداد المسلمين في المدينه كان حوالي 3000 مقاتل ورجل، يعني 3000، وجيش الاحزاب قرب ال 10000، يعني يخشوا يعني يجتاحوهم. فبني قريظه عايزين يفتحوا الباب من ناحيتهم ويدخلوا، لكن ربنا القى في قلوبهم رعب وايه، وهزم الاحزاب واحده، واخد بالك، وارسل عليهم الريح والحاجات اللي كلها يعني كلنا عارفين. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني قريظه يحاصرهم عشان يعاقبهم لانهم خالفوا العهد. يوم كان النبي يحكم عليهم على طول، لا شوف ربنا النبي رحمته لهم، تختاروا مين يحكم فيكم، اختاروا اللي تحبوه، في اكتر من كده؟ فراحوا اختاروا مين؟ سعد بن عبادة، لأنه متربي معاهم وحبيبهم وتاجر معاهم وقضى عمره معاهم أصدقاء، فقالوا خلاص سعد بن عبادة هو اللي يحكم فينا. في أكتر من كده رحمة؟ إن هو يجي مع عدوه ويقول له أنا مش هحكم فيك، أنت اختار اللي يحكم فيك. ما شفناش كده على مستوى التاريخ، ما حدش شاف على مستوى التاريخ. يا سلام على رحمة النبي حتى مع عدوه. المهم فلما بنو قريظة قالوا ان اختار سعد بن عبادة ابن معاذ، سعد بن معاذ كان واخد ايه، ضربة رمح في اكحله، الاكحل اللي هو ايه الشريان الرئيسي اللي موجود هنا امام المرفق في العضد، فهمت؟ اللي انت لما الدكتور بيقيس لك الضغط بيحط السماعة عليه، اسمه ايه؟ الشريان العضدي، بريكيال ارتري، واخد بالك؟ ده إيه اسمه؟ الاكحل، كويس. فهو واخد ضربه هنا في الاكحل سهم، وابتدت الضربه دي لما كوها له عشان يبطلوا النزف عملت قيح وصديد وبقت ورمه وحراره عاليه، وبقى مريض مرض شديد كانه خراج دموي، فهمت؟ في ايده ورابطينها له، وهو كان ضخم الجثه سيدنا سعد. فسأل عليه لما قالوا سعد بن ايه معاذ هو اللي يحكم، قالوا هاتوا سعد. سعد طلع انه مريض بعيد، فجابوه على حمار وسندينه لحد ما وصل،
الرسول قال لهم قوموا لسيدكم، سندوه يعني لانه مريض، عشان تسندوه لحد ما يجي يحكم بينهم، واخد بالك؟ وهو جاي بقى ايه، سعد بن معاذ، اليهود بقى بيبصوا له، ايوه يا سعد انت حبيبنا بقى احكم لنا يعني. قال انا الاوان الا يعني ايه الا اخشى في الله لومة لائم، واخد بالك؟ وراح حكم قال تقتل ايه مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم، كويس؟ فايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اقره على الحكم. وبعدين دعا على نفسه دعوه سيدنا سعد ابن ايه معاذ، قال ايه، اللهم ان كان هذا هو اخر عهد قتال المشركين لرسول الله، وانت تعلم اني احب ان اقاتل من كفروا برسول الله، ان كان هذا هو اخر العهد بقتالهم فافجرها حتى اموت شهيدا، كويس؟ فانفجرت وهو في الخيمه وسال الدم ومات شهيدا. وبالفعل بعد الخندق ما كانش في قتال مع قريش، حصل ايه صلح الحديبيه وبعديه فتح مكه وانتهت، فاهم؟ دي القصه الخلاصه يعني، حكم انتوا بتحبوا تسمعوا حكايه. قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يعني اسندوه يعني لأنه ضخم الجثة ومريض وتعبان وراكب الحمار، وفيها جواز التسييد أهو، تسويد الناس، سيدكم، وتيجي تقول سيدنا محمد ويقول محمد كده حاف، يا جلف يا غبي. وبعدين يجي في الملك يقول جلالة سمو الأمير ايه ده؟ ده احنا لو قلنا جلالة رسول الله هيقول لنا مشرك. ده حاجة غباوة، واخد بالك؟ لكن لا، السيد يجوز إطلاق السيد على العبد كما أنه يجوز إطلاق السيد على الله. فالسيد في العبد معناه الشريف، والسيد في الله معناه مالك الملك، لأن الكلمة لها معاني كثيرة. لكن هما ما بيفهموش لا لغة ولا بيفهموا دين ولا بيفهموا حاجة، ربنا يفهمهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. لو واحد وهابي قاعد يقول له لا ما فيش سيد إلا الله، يعترض على النبي بقى عشان ياخد على دماغه، فاهم؟ قوم، بس ما كانوش لسه اتولدوا. قوموا إلى سيدكم. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. بيقول لسيدنا سعد هؤلاء اللي هم بني قريظة نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، الأطفال يعني والنساء. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، اخرج إليهم، يقصد ايه يخرج لبني قريظة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد فقال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. حديث عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لبته. فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو، يعني ينزف، يغذو جرحه دما، فمات منها صلى الله عليه وسلم. انفجرت من لبته، الجرح هنا
الجرح هنا وانفجر من هنا من لبته، لان ده شريان ماشي كده طالع من القلب. فلما حصل التهاب التهب كل الشريان لحد ما عمل خراج كبير هنا، فانفجر الخراج ده ونزف، فلقوا الخيمة جاي من تحتها دم. فبيقولوا ايه اللي عندكم؟ قالوا ده سعد بينزف. ومات ايه بسبب الحكاية ده. باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. دل على أن المذاهب الفقهية نشأت من أيام النبي، لأن النص واحد. النبي قال للصحابة لما قال له سيدنا جبريل: ما وضعنا السلاح بعد، اذهب إلى هذه الجهة بني قريظة يعني تجليهم. فالنبي قال لهم إيه؟ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني تعجلوا. ففي الطريق جاء وقت العصر، فانفرق الصحابة فرقتين. فرقة خدت اللفظ على ظاهره، ألا نصلي إلا في بني قريظة ولو ضاع وقت العصر، حتى نصلي على المغرب، المهم نصلي بني قريظة. فهمت إزاي؟ خدوا ظاهر الأمر ولم ينظروا إلى علة الأمر، وطائفة تانية نظروا إلى علة الأمر وقالوا لم يرد أننا نضيع صلاة العصر، ولكن أراد التعجل. فهمت؟ فصلوا وكملوا. وصل الخبر للنبي أن في طائفة أخرت العصر إلى بني قريظة وكاد يفوت منهم ويغتغروا بالشمس، وطائفة أخرى فهمت معنى كلام النبي فصلوا في الموعد المعتاد ثم أكملوا، فأقر الفرقتين. يبقى الخلاف الفقهي يقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ فناخد بالنا من الحكاية دي، لأن الجماعة التانيين إياهم يقولك ما فيش حاجة اسمها مذاهب. أمال في إيه يا سيدي؟ في قال ابن تيمية، قال ابن عثيمين، ادي اللي عندهم. طب ما هو ابن تيمية وابن عثيمين ما مذهب برضو، ما هي برضو مذاهب يعني، ولا دول رسل وانبياء؟ ما هو برضو الناس بتفهم، واخد بقى، وقد تفهم خلاف ما فهمه غيره. ومعنى المذهب الفقهي معنى ايه؟ ان النص واحد وكل واحد يحمله على طريقة فهم معينة، والنبي هنا اقر الفرقتين فما فيش اشكال. باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. لما جم المهاجرين وصلوا المدينة وتركوا أموالهم، ما كانش عندهم بيوت ولا ضياع ولا أموال، فالأنصار قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم خدوا هذه الديار اسكنوا فيها، واشتغلوا في هذه الأرض معانا ونديكوا إيه جزء من ثمارها، وتكفونا إيه خدمتها كويس. وأعطوهم بعض الأماكن. لما فتحت بني النضير وأخذنا المسلمين أخذوا أرضهم وكذا خيبر، النبي رد للأنصار والمهاجرين ردوا للأنصار ما أخذوه منهم، لأنهم استغنوا بقى. فهمت بقى إزاي؟ فرجعوا لهم ما أخذوه منهم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس اللي هي أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة أيضا، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني بستان في بعض النخلات، اديته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنس بن مالك. فأعطاهن النبي لما خد ده منها اداه لأم أيمن اللي هي ايه حاضنة النبي، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته اللي هي أم أسامة بن زيد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، لأنهم استغنوا بما أخذوه من خيبر.
فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم أيمن ادي بقى لأم أنس العزاق اللي أنا اديته لك، كان بتاع أم أنس. قالت له لا والله ما تاخده أبدا، بعد ما اديته لي أنت يا رسول مش هتاخده أبدا. يا أم أيمن في عندك كام نخلة؟ 10. هديكي بداله بستان فيه 20 نخلة. واديه لها؟ لا وأبدا. فضل يزود لها لحد ما خدته مكانه 100 نخلة. فوافقت في الآخر. حديث أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو. يعني ايه مسكت أنس من خناقه، كلا والذي لا إله إلا هو، مش هدي لأمك حاجة خالص. فهمت ازاي؟ لا يعطيكهم وقد أعطانيها. هي معتزة بيها لأنها هدية النبي، مش مسألة طمع. يعني النبي أهداها حاجة وهياخدوها من إيدها. تصور أنت النبي أهداك حاجة إن شاء الله حتى ألم هتفرط فيه، ده جاي من إيد النبي يا عم. فهمت؟ فهي المسألة كلها مش مسألة طمع دنيا، مسألة حب ما إيه ما تعلق بالنبي. كل حاجة جت من عن النبي تبقى حلوة، ما نقدرش نسيبها. فهمت بقى المسألة؟ أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا يا أم أيمن اهدي حديك كذا أزود لك، وتقول كلا والله حتى أعطاها 10 أمثالي. أو كما قال باب أخذ الطعام من أرض العدو. يجوز أثناء القتال أنك تأكل من أرض العدو من طعام تأخذه قبل أن تحوزه في الغنيمة، لكن بعد حيازته في الغنيمة لابد أن تنتظر حتى يقسم. إنما قبل قسمته وحيازته في المدينة تأكل من طعام أرض العدو بقدر حاجتك. فهمت؟ حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، وكانوا بقالهم يجي أسبوع محاصرين وجعانين مش لاقين يأكل. فواحد رماله جراب فيه شحم، يعني فيه زبدة وسمنة، فنزوت لأخذه وسب راح لقطه كويس، وبعدين خده في حضنه كده وجري، يعني محدش هياكل منه غيري. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، فكسف لما لقى النبي شايفه. لكن دليل ان النبي اقره ياكل، يعني ما فيهاش مشكله. والله تعالى اعلى واعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.